جريمة شنيعة تلك التي دارت أحداثها في ساحة الخلاني، ثاني ساحات التظاهر في العاصمة العراقية بغداد، تلك الساحة التي واجه فيها المحتجون الموت دون خوف. القصة بدأت بحسب رواتها بظهور عدد غير محدد من المركبات مع حافلة تقل عشرات المسلحين، ودون سابق إنذار بشر المسلحون بزي مدني بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي، فمنهم من أطلق النار فوق رؤوس المحتجين، ومنهم من استهدف أجسادهم وأرداهم قتلى. وزارة الداخلية، أنتم مؤسسة معنية بحماية المواطنين، المواطنين اللي احنا من ضمنهم، ترى احنا مواطنين والله وسلميين وما عندنا شيء، لا عندنا سلاح ولا عندنا غيره، فانتم وزاره الداخليه البارحه وين من هذا اللي صار؟ ذبحونا البارحه، احنا كنا بقلب الحادث طبعا، زين كنا نودي اكل ولدنا، نودي اكل ولدنا، زين فلما صعدنا فوق الطابق الثاني وزعنا لهم، الطابق الثالث الرابع الخامس تهجموا عليه المخيمات مال الولد الثوار، زين منهم ما نعرفهم، هم التابعين للاحزاب ماكو غيرهم. وتتقطع نياط القلب حزنا وكمدا، فما حدث كان لا يمكن تصديقه بحسب من كان في قلب المأساة. اللي صار مجزرة يا أخوان، يعني البارحة اللي دخلوا علينا ما نعرفهم مين ما مين، رمي حي استمر من 8 بالليل لحد 5 الفجر، رمي حي يعني من رمي بأنواعه. اجتي ستاركس وكوستر وبيكامات همين وهم نفس الحالة، كل سلاح ثقيل من البيكيسي وجوه، والله العظيم الشهداء اللي انحصرت هناك والجرحى اللي اخذوها ما انطوها، حتى هذا الشهيد الله يرحمه، هذا ابو التوك توك، هذا دا ينقذ واحد هناك، زين قتلوه واخذوه، وهنا ما خلوه، يعني الداعش ما يسويها، هذا مو داعش، زين هم ما يسويها على هالطريقه، على هالمجزره اللي صارت البارحه. احنا مو اسلام، انتم من هو؟ من اي جهه تابعين؟ بيكامات 3 وكوستارات جني وراهن وشي وستاركس كلهم بلا رقم، سيارات بلا رقم، واول ما طبوا منها ضربن على عالم قصر، ولا رحموا بشر ابد. قلت لك نايه وذول حل الجامع كلهم يتفرجون منا واقفين، ذول ما واقفين يتفرجون شيء سلاح، ولا تدخلوا بحد، والسيطره ما تدخلت تقول احنا ما لنا حق نتدخل. ابو السيطره يقول انا ما لي حق اتدخل، ذول ما بيصف يقول ما لي امر اتدخل بيهم. قلت لك السرايا تدخلوا خطيه والسرايا خطيه، ما شايلين سلاح. صاروا دروع. ويتساءل الناشطون لكن دون أن يجدوا إجابة تشفي الغليل، ما مصدر تلك المركبات؟ وكيف تمكنت من اختراق كل الحواجز الأمنية ومن ثم الوصول إلى ساحة الخلاني؟ وكيف زحفوا إلى ساحة التحرير دون أن يوقفهم أحد؟ وكيف انسحبوا بسلاسة وخرجوا كالشعرة من العجين؟ وأين كانت القوات الأمنية؟